وحشتينا يا موحى. يخرب بيتك يا حودة، وقعت قلبي. بنتك دي والله خرب بيتك، ما تسيحيش الله. يا موحى هتفضحينا ولا ايه؟ انا برضو اللي هفضحك يا مجنون. طب وربنا يا حودة وربنا، انت معتاد لما اتفرج علينا اهل الحاره كلها. انا جاي لك عشان تهديني يا اسد. وده اصله ايه ده؟ اصله خير ان شاء الله. هدينا يا موحى. اقول لك هديني في الصمت كده وريح نفسك بقى من الوش والفايبريشن. بعينك يا فايبريشن. اليوم مره اقول لك يا حودة انا ماليش في الساعه وبرسلم ده. يا تخبط يا اخويا على الباب وتدخل زي الناس، يا كده بقى يا تشوف لك حته صيني مضروبه تقلب فيها عيشك. استني بس يا حفين الله، يا بنت السوق كله صيني، انت مش عايش ولا يا محمح؟ لا يا حبيبي، الاصلي موجود وبكرتونته كمان، بس انت بقى اللي مش قادر على تعمل. وانا شاري وربنا المعبود شاري، بس على التجربه. تجربه ملاشين عمياني يعني. الله، لازم برضه محمح كده ناخد لنا لفه كده حلوه نجرب فيها الشاحن. ايدك والفايبريشن. الله، بس بقى يخرب بيتك، قلت لك مش هيحصل يا حوده، مش هيحصل. واللي انت عايزه مني ده انا اخويا ما حلتيش غيره، فمش هبيعه بقى تحت بير استلمه في الضلمه مع الطلاق. استني بس، ايه حفل مشجعنا يا موحى؟ يا ابني اهمك بقى، هتفضحنا. النور هيجي يا اخويا وعايز اروح اجيب الدواء لامي. تجيب الدواء لامك؟ انت امك اصلا مش فوق. طب ماليش طابت الشبكة لقطة وعندنا فترة سماح. فترة سماح يا ابو سماح. انا جنبك اهو، هو مفيش اي حاجه، مش هيحصل لك اي حاجه، افهم بس. حوده ده اللي هو الورا فابريشن. طب انت مالك؟ انت من فابريشن مالك بيه؟ حبيته يا محمود، حبيته وضحك عليا. يا رب كنتش عارف انه هيعمل كده، ضحك عليا. ازاي بتحمرت كده؟ يا بنت انت كنت قد كده و 100 راجل، وامك دي اللي اجدع من ثلاث ارباع الطيوش اللي بره دول. انا بنت يا محروس، بنت مش راجل. مهما شفت وظلمت طولي وسط الخلق برضه انا بنت. كان بتغوني وضحك عليا وانا ما كنتش اعرف. انا حبيته ما كنتش اعرف يا محروس، ما كنتش اعرف. انا كنت مصدقه يا محروس، والله كنت مصدقاه. ايوه اخرتها يعني ايه؟ اخرتها ايه؟ راح اعمل ايه محروس؟ راح اعمل في شهر ده ومش لاقيه ومش عارفه اعمل ايه؟ انا مش لاقيه يا محروس. قاعد ينكر المصيبه اللي في بطني دي والمصيبه اللي انا شايلها، انا مش عارفه اتصرف ولا اعمل ايه. انجني والنبي. انا مش عارفه اعمل ايه في المصيبه اللي انا شايلها دي.
ماليش فيها انا يا باميه. انا لا بكلم بنتك ولا اعرف عنها اي حاجه. يا ابن حرام عليك، اتقي ربنا، ده اللي بيجي على الولايه ما بيكسبش ابدا ولا عمره بيشوف الخير ابدا. وبعدين معاكي بقى، هو انت تكلميني تحت وتبوسي رجلي عشان اطلع معاكي لفوق وبعد كده تقلي في ادبك وتطولي لسانك؟ يا ابني بنتي خفيت من امبارح ومش عارفه ايه اللي جاري لها، قول لي بقى انت نعمل ايه؟ وانا مال ام انا يا حاج؟ الله، ما تتصرفي. يا خد انا ام، ام وعارفه بنتي كده زي صوابع ايدي. بنتي بقالها شهر قاعده مسهمه ولا بتتكلم، ورايحه جايه عليك على المحل وقاعده تكلمك، ومن يومين كانت بتكلمك وبتزعلك في النوبي. شلق بنتك شلق يا باميه وعايزه حرق لسانها. وبعدين بقول لك ايه، واحنا لوحدينا كده ومحدش معانا، هو انتوا تربوا غلط وبعد كده تلزقوها فينا؟ عندك حق، صح يا ابني اللي بتقوله، ما عرفتش اربيها. بس بقول لك ايه، والنبي قول لي يا ابني، يا رب يسترك، لو كان حصل حاجه بينكوا انا هتصرف. ايه يا حاجه في ايه؟ هو ايه اللي عملت حاجه معاه؟ انت هتلبسيني تهمه وانا واقف معاكي في البيت؟ الله، بقول لك يا حاجه، ما تنزلي كده تدوري على بنتك وتشوفي مين ضحك عليها وسقطها من حجرك. ده احنا بنشوف بلاوي في التلفزيون يا امه. وحياه النبي يا حوضة، ورحمه امك ما تقولي الكلمه دي تاني. طب هي البنت راحت فين؟ طفشت راحت فين؟ انا ما اعرفش طريقها. لا بص يا حاجه بقى، انت محتاجه كده 4 ايام عشان تفهمي اللي انا بقوله. وانا عندي بيزنس يا حاجه، في ناس تحت عايزاني في شحن فوري وشحن على الهوا، وناس كتيره قوي مصالحها متوقفه على عبد لله. يا مؤاخذه يا امه، سلام عليكم. خبتك يا ابني، يا لهوي يا بني على النبي كل جيرانك. حطيتي العيل العيال غنوا منك وراح للي خلقه وخلاص، وحمدت ربنا على كده. والبنت باظت باظت وطفشت مني ومش عارف اعمل ايه، هعمل ايه؟ يا لهوي يا بني، يخرب بيتك يا بني، يا عصك في عيالك. مش عارف اعمل ايه. ايه ده كده زعل منك؟ انا مش عايزك لسانك ده يتنه جوه حنكك ماله؟ اخرس خالص، لسانك ده يتلوي جوه حنكك ما يطلعش منه الا لما انا اذلك واقول لك طلعه وقول ايوه تقول طويله شويه او ما انا دب بايدي واخد بالك واطلع لسانك اللي عايز يتقطع ده. مش كده ولا ايه؟ والكلام ده، الكلام ده للكل، الكلام ده للكل. اي حد في الحته دي يوز شطاره وعايز يفتح حنكه ويدلع اي كلام عوج يقول يا محروس انا عايز اقول، وانا اقول له قول انا يا محروس لا بقول لك ايه، ما حدش هيجي جنب محروس. محروس لا مش هسيبك، انا مش هسيبك. سنبو ايه يا بغل انت كمان؟ اوعى يلا يا انت هتستنجى من جوه. استنجى على مط وانا سيف. اوعى انه محروس، انت فاهم؟ بخرب بيتك يا وز، الواد هيضيع نفسه يا جدعان. امال ايه بقى حكايه دوله الامن والامان وسيادة القانون؟ وسلم لي على البتنجان والقرع البلدي. يا عم وسط، انت راجل صاحب عيا الله يبارك لك. انت ايه اللي مزعلك؟ مين اللي مزعلك؟ الكلب اللي في ايدي ده ولا الراجل البورصي ده؟ فهمت بس؟ خد يا صامبو، خد يا صامبو. لا امسك بقى الاثنين دول شويه. خد على عايزك، تعالى عايز. بلطجي بقى، بلطجي
داخل سلاح، داخل مخدرات، داخل شنطة اللي تحسبوه. وانا عايز اي كلب، اي كلب يتصدر لي دلوقتي يقف قصادي. مش كده اللي هي عبد الشيخ سيد؟ ها؟ مش ده برضو الكلام اللي قالته لك الاخت سلمى؟ انت خساره فيك والله كلمه الشيخ سيد. ما تقول لي يا سيد مش ده الكلام اللي خدته من بوقتها وقالت لك زيع؟ قمت زيع كريم محروس، مش ده الكلام اللي انت قلته؟ وبعدين انت هتنكر صوتك ولا ايه؟ انكر مين؟ لا ده انا بجعر يا عم الحاج، ده انا بجعر وبقول انا بلطجي. وانتوا ناس كده بالعمامات، العمايم النظيفه دي مالكوش دعوه بقى، مالكوش صالح بالايه؟ بالبلطجيه وولاد الحرام. معاش ولا كان اللي يقول عليك ابن حرام، ده انت ابن الحلال الوحيد اللي انا متاكد انه ابن حلال. حبيبتي انا ماليش في الدنيا غير، وحشتيني. كنت فين كده؟ هون عليكي كده، هون عليكي تسيبيني وتمشي كده يا سماء؟ هون عليكي يا بابا، هون يا بابا. تسلم ايدك يا محروس، تسلم ايدك يا رب. محروس انا عايز اسافر كلمتين كده على استفراغ. بعدين يا ابله سعيديه، بعدين هيبقى في وقت للكلام والاخد والرد والعشم والعتاب. عشان انا بس دلوقتي في ايدي ذبيحه عاصيه على السكين. ذبيحه ايه يا محروس؟ ولا انا عشان سكتلك يعني نفس ايدك اغسلها لك؟ ابو عادي راجل مزاجنجي، انت عبيط ولا ايه؟ مش كده؟ مش ده راجل مزاجنجي؟ والمزاجنجي ده احنا بنحضره، ده راجل صاحب كده، راجل صاحب كده. وحط راجل ايه؟ راجل صاحب كده يوم يعمل ايه المزاجنجي ده؟ يوم يمصمص ها؟ فتح حتته ليه؟ ليه؟ ما لمستش حد يا محروس، ما لمستش حد. لو النبي يا لو النبي، لو النبي. مش كده؟ تعالى لي يا محروس. انا بقول لك ايه؟ لا خليك تحت يا محروس. عدة السمين جاهزة، مصنوعة على حام يا صاحبي. طب يلا عشان عايز اذبحه قدام ابوه. لا يا محروس، ابو شريك يا محروس، ابويا لا، ابويا لو عرف اللي حصل هيروح فينا. بكرة على ظهرك انا. يلا 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 بقى، يلا امشي. تعالى يا صاحبي. قوم بس معايا. قوم استهدي يا بس. يا عم عيب عليك كده. صلي على النبي. يا برضه رجاله وشباب زي بعضينا، يعني معاك سجاير عشان انا مش مدخن، لكن اذا انت لو معاك دخن معلش. معلش محروس سامعني وفل كده؟ انت ايه اللي جرالك؟ مالك؟ ما انا كنت زي ايه اللي خلاك؟ هقول لك انا. وزع معاك يا صاحبي. هات. اجيب ايه؟ هات. اجيب العده؟ لا. ايه؟ هات مأذون. ايه يا عم ده؟ مين ده؟ مين ده؟ يا عم يا جماعه ده المأذون يا محمد. اه والله العظيم. طب مش لابس البتاع؟ يا نهار ابيض. اهلا وسهلا. اهلا عريس، خش اتفضل. اتفضل يا شيخ، اتفضل. بس يا شيخ بترد له عقبال ما تكتب بالليل. يا رب اتفضل. لا لا يا شيخ، مش الليل معلش خلاص. اذا كان على الادب هو تقدم ب10 على 10 والنبي ما تصغروا ده الناس. خلاص خلاص. وزه إيه؟ يا العريس وابو العريس واحلى شعار. تمام يا يلا استنى يا حلم، كلنا هنخش دلوقتي. اصبر اصبر. البوز خد يا حلم. يا لك انت طول عمرك نحس وفقر، يعني ما تجيش تخبط عليا وتيجي على بابي الا في الليله اللي انا وقعت فيها. ايه يا عم تخش وقعت دي؟ مش عايزين نشوف اليوم اللي تقع فيه ده. خلاص يلا خلاص بقى يلا. ربنا اللي عمل كده عشان اجي لك بزغروط. ايوه عايزين نشوف الرقص بقى. مش انت اللي معلم لك كل الحياه دي؟ بالادب بقى ونقعد ناكل ونخش. بس يلا نقعد هنا بالادب. يلا ايوه خش يا عمنا. راح البيت ليله العود. ايه اللي ماشي؟ احنا جايين اهو. المأذون اللي بنصدمه ده ايه؟ مش لابس البتاع يا ابويا. افرحوا فرحوا بيه، دي ليله العمر، ليلة العمر، ليلة العمر اللي ضيعت عليها عمر مش قادر، واخرتها جات لي بفضيحة. ياما حرام عليكي بقى، حرام عليكي والنبي. بس يا بنت بس شت. ما
ترديش. يلا خشي جوه مع هنايا اعملي الشربات. يلا عيني تعالي يا عروس. جرائي وليه يعني كده يا انت؟ البت مخليله جنبك وشرب الفقر معاك عيل ولعب بدماغها وطبطب عليها في ساعه وجع. ايه ما كناش بنات ولا ما كناش بنات؟ هي بنات الاصول بتعمل كده تفرط في شرفها بالشكل ده؟ غلطت واستحت يا بامي وتفشت من الحته كلها. الله، لكن شريفه بنت اصول واحده غيرها كانت سقطت روحها وكشفت وشها ولا كان جرى حاجه. يلا يلا يا وليه عشان نزوقها. ازوقها؟ ايوه يا اختي تزوقيها، مش عروسها ولا ايه؟ اشمعنى عريسها مزوق ومشلفط وشه كله روش؟ يلا يلا يا وليه عشان نزوقها. يلا 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 يا نكد انت. يلا. وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا. مبروك. الله يبارك. مبروك عبيد. مبروك يا عبد العزيز حبيبي. أيوة كده، هي دي البرجلة.